الله وبركاته. الحضور الكريم كلهم باسمه وصفته، أهلا وسهلا بكم. يبدو أنه قدر على البلدوني أن يعيش محاصرا في حياته ومماته، الطرق مقطعة لكن الحضور كافي، يعني نوعي وكافي. وشكرا لحضوركم رغم المعاناة التي واجهتموها اليوم. نقف دقيقة لقراءة الفاتحة في الذكرى الخامسة لروح الأستاذ عبد الله البردون. إلى شهوة الأعراس أسرجت مدفني، ومنقطع شرياني بدأت تواصلي. أما كنت ميتا، إنما كنت أقتلي وأعلو على قتلي لأشتت قاتلي. سنبدأ هذه الصباحية الغنائية مع الفنان عبد الفتاح الخباطي، عدد ملحن مغنى من قصائد الأستاذ الكبير عبد الله البلدوني. معنا أيضا نرحب بالأستاذ الكبير والفنان المتميز الأستاذ عبد الرحمن الغابري. معنا معرض للصور من الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات. الأستاذ عبد الرحمن كان صديق عزيز للمرحوم الشاعر عبد الله البلدوني، وقد أهدى هذه التعالية عددا من الصور تشاهدونها لاحقا. سيستمر المعرض طبعا غير هذا اليوم. لنعترف أن أضعنا الصباح، فلنحترق حتى يضيء الطريق. ألم نؤجج نحن بدء الكفاح، فلنتقد حتى مداه السحيق. قصيدة فلنعترف، نسمعها بصوت. أين أضعنا يا رفاق السماء؟ فكرا أفقنا قبل أن نستفي. أين أضعنا يا رفاق السماء؟ فكرا أفقنا قبل أن نستفي. مسجد الخلف الليالي الشحار، تمنوا المسكين خيال الرحيم. وافق اتى من شاطئ الليل وغب فينا كالبرير بالقريب. وافق اتى من شاطئ الليل وغب فيه كالولي بالقريب. لا تقضوا ضاعك رجع الصدى في ضجة الفوضى وصرخ في النعيم. لنعترف أننا أضعنا الصباح، فلنحترق حتى يضيء الطريق. ألم نؤكد نحن بيك الكفاح، فلنتقد حتى مداه السحيق. لنعترف أننا أضعنا الصباح، فلنحترق حتى يضيء الطريق. ألم نؤكد نحن بيك الكفاح، فلنتقد حتى مداه السحيق.
صواد وفيه وفجر الآتي يمد الجناح لنا ويوم استهلاك البريق أين أعطانا يا رفاق السماء فجرا أفقنا قبل أن نستفي نسقيه من خلف الليالي الشحاب كمن ويسقينا هذا الدمع.